معكم ماجد جعيدي، فارس مغربي دولي. احنا فرحانين بزاف هذه الدورة الثانية اللي جينا، أو ثاني درنا المباراة ديال طنجة، وشحال هذيك كنت نديرها في صغري. دونك دابا فين كبرت جينا، وكان واحد لورغانيزاسيون مزيانة، ومباراة جيدة في جميع الصفات. وتنشكر اللجنة والجامعة المغربية على المجهودات اللي كيديروا باش يطوروا الكروسية في المغرب. والحمد لله حتى لو نيفو ريزولتا، الحمد لله كان عندي تفوقات كثيرة في هذه المباراة. ربحت نهار الجمعة المباراة العليا، واليوم درت جيت ثالث في المباراة العليا. الحمد لله. أكيد في الأجواء والمسار معايا. لا الحمد لله، واحد جواء فريمون جد جيده، لا لينا لا الفرصه ديالنا. دونك الحمد لله، تنشكروا لي زورغانيزاتور على هذه المجهودات اللي داروا. Bonjour, je suis Florent Janin du centre équestre de Wedikem et je suis vraiment très heureux d'avoir gagné ce grand prix ici à Tanger. C'est ma première venue et je remercie chaleureusement les organisateurs qui nous ont proposé un concours magnifique, et ma jument est là qui m'a donné toute satisfaction, et un grand merci aussi au public qui nous a encouragé chaudement. Merci beaucoup. Comment vous trouvez l'organisation ici? L'organisation est très très bien. C'est un endroit très agréable pour nous, avec les arbres et pour les chevaux. Ça change des concours qu'on a l'habitude de faire, et être au milieu de la ville et avoir le public qui puisse venir, ça change tout. Merci, merci beaucoup. Merci. السلام عليكم. هشام كامل، رئيس لجنة منظمة المسابقة الوطنية الفروسية للنادي الملكي الفروسية بطنجة. صرف النادي الملكي الفروسية بطنجة لتنظيم مباراة في أيام 10 و 11 و 12 ماي بمدينة طنجة، مباراة اللي عرفت مشاركة ديال عدد من الفرسان من نوادي مختلفة من المملكة المغربية، واللي تباراو على عدد من الفئات ديال المسابقات، فئة مترو 15، فئة مترو 25، وفئة مترو 35، في ترتيبات مختلفة. وتميزات هذه المسابقة هذه السنة بإجراء مسابقة تأهيلية لكأس العرش اللي كتنظم بدار السلام، واليوم شهدنا أيضا في نهاية اليوم المسابقة الكبرى لنيل الجائزات المرحومة سمو الأميرة فاطمة الزهراء العزيزية، واللي شاركوا فيها عدد من الفرسان من خيرة فرسان المملكة المغربية اللي بينوا على علو الكعب ديالهم في ممارسة الرياضات الفروسية، وهذا كيشرف مدينة طنجة وتيشرفنا كمنظمين ديال هذه المسابقة هذه. شكرا شكرا شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.